قلتي انك ما تحضرين اي مهرجانات فنيه بسبب يعني التزامك الشرعي، شلون تتعارض المهرجانات الفنيه ويا التزامك؟ يعني من اروح ومن اروح اشوف يعني مثلا جايات الفنانات واللابسات، يعني هاي الملابس اللي انزل الله بها من سلطان يعني وما اعرف ليش يعني هذا هاي مثل ثقافه الفنان، فنان لازم يكون يعني فنان فري، يعني ماكو حدود، يعني ماكو قانون، ماكو هذا ما يصير وهذا حلال وهذا حريتهم الشخصيه وانت حريتك بالملبس ايضا. ليش الفنان لازم يكون هالشكل؟ ليش مو شرط تستي مو هالشكل؟ انا مو هالشكل انا هذا اختياري. واكو كثير مثل ما تقول يعني هواي عندك اعداء هواي عندك لا بس اكو كثير فنانات محتشمات ويعني يلبسون لبس عادي ومو مو شرط محجبات يعني. اي فاني من اروح يعني صاير خطابع، صاير خطابع وانت تدري كل الزين خطابع يعني لازم تروح يعني لازم لابس ما ادري شلون ملابس ما. فاني من اروح لو أعترض وما من حقي ولا من أخلاقي ولا مسموح لي أنه أقول هذا معقول أنت يعني أنت ابني والعذرا يعني يعني رجلش طالعة إيدش طالعة وأكون ملابس يعني فاضحة جدا زين ما من حقي أن أقوله هاي قناعتهم هذا لبسهم هذا زين أنا شو موديني معناته أنا راح أقعد شوف هاي شلابس لعنة الله عليك ليش يتزال هذا مو دخلني باشكال عمرك يعني. قلتي على فنانه لعنه الله عليك بعد ما شفتي لبسها اي اي والله منو اي والله ما اقدر اقول منو يعني هي تعرف نفسها اي فنانه تلبس شيء خارج انت عراقيه انت ما محجبه على عيني وعلى راسي وهذا الحجاب مساله بين العبد وبين ربه بين المراه وبين ربها وبين دينها هي ماكو سيف ماكو سيف انا ما حطوا علي سيف خلوا على رقبتي وقالوا لك حجي فأنت عراقية وتقريبا أقدر أقول أكثر من 90% مسلمة مو فهذا يعني اللبس شنو هو هذا زين ما يصير مثلا أنت ترحين إلى مهرجان وكامل الأناقة ومحتشم مثل ما تفضلت أكو فنانات أكو فنانات تروح ولابسة وأنيق وحلو وأنا رحت مرة الترويج مال الكادود رحت كامل حجابي وهذه ما اعتقد يعني كان ملابسي غير ملائمه او مو انيقه او